السلام عليكم، اشتقت لكم كتير من الفيديو الماضي. اليوم أحبائي رح نعمل فطائر سريعة من دون عجن ومن دون خميرة بالمرة، مش رح تخمر أبدا. مجرد ما أنه نخلصها منبشر فيها. عندي هون كوب من الحليب السخن أو الدافي، بنفس هيدا الكوب أحبائي رح عير الطحين، بس آخر الشي مش هلأ. رح احط فوق الحليب بيضة، بدي اخفقها كتير منيح. رح نخلط كل المكونات بقلب بعضها. عندي هون ملعقة طعام من السكر، بالإضافة لربع ملعقة طعام من الملح. رح أضيف أيضا ملعقة طعام كبيرة من السمسم، أنا هون جبت الحبة كبيرة ما شاء الله، لأنه في السمسم بيجي حبات صغار. هيدا السمسم بلدي. هلا رح نحط الطحين او الدقيق الابيض 3 اكواب. انا هون عيرت بنفس الكوب اللي حطيت فيه الحليب. بالنسبة للتنخيل احبائي، التنخيل كتير ضروري، لازم يتنخلوا الطحين لانه ممكن يطلع معنا تكتلات. اكيد رح تطلع معنا تكتلات، هلا بتشوفوا. هنحطهم شوي لانه هلا بدي احط ملعقة من البيكنج باودر. كمان البيكنج باودر مفروض يتنخل. يعني الحلو أحبائي بهيدي الفطائر فيكن تعملوها بأي وقت، مجرد ما إنكن تعملوها بسرعة بتبلشوا بالقلي. ليه؟ لأنه يعني ما بننطر إنها تخمر. لو كنا بعز السقعة وبعز الجليد، مجرد ما إنه نعملها ما بننطر لا ساعة ولا نص ساعة لحتى تخمر، بسرعة بنعملها ومنباشر بالشغل. هاي هي الفطائر، كتير سريعة وكتير حلوة وبتمتاز بهيدي الشغلة المميزة. هلا رح نجيب ملعقة. بالنسبة للمكونات، نحن خلصت عنا المكونات، بيبقى عنا ملعقتين فقط من الزيت. آخر شي بنحطهم، بس بنجيب الملعقة وبنخلط مثل ما شايفين الطحين كلياتهم بقلب بعض. ما رح نعجنهم أبدا، يعني ما رح ياخدوا معنا وقت ومجهود وتعب وأبدا أبدا. كتير كتير بسيطة، عجينة كتير سهلة ومكونات كتير مظبوطة، فرح تطلع معنا العجينة غير شكل. هلأ ممكن تحتاجوا ملعقتين زيادة من الطحين أو 3 معالق، بسبب طبعا الطحين من بلد لبلد بيختلف. شفتوا هاي العجينة عندي جهزت وما عجنتها وما دقرتها بإيدي أبدا. هلأ شو رح أعمل؟ رح جيب الزيت، رح أحط تقريبا ملعقتين زيت على العجينة ورح كورها ولمها كلياتها بقلب بعضها. طبعا انا دهنت العجينة زيت ورجعت حطيتها على ايدي ولمينا العجينة، وهيدي العجينة ما شاء الله طالعة رائعة غير شكل. الزيت مهم كتير احبائي، مفروض ينحط الزيت، بتبطل عندنا العجينة تلزق وبصير ملمسها كتير ناعم. هلأ رح نعملها بهيدي الطريقة ورح نقصها. هلا هيدي العجينة رح نباشر برقة بواسطة الشوبك، بس قبل بدي احط السمسم. يعني ما رح احتاج للطحين او الدقيق الابيض لحتى مد العجينة، رح مدها على السمسم. فهيك بصير عندنا عجينة مع السمسم، فبتطلع عجينة جدا لذيذة، عجينة كتير طيبة ومغذية. هلا حجيب الشوبك ورح باشر، رح احط الشوبك على جنب. قبل بدي اجيب كمان السمسم احط على الوجه.
هيك بنستفيد كمان وقت نرق العجينة بالشوبك بصير بيتداخل معنا السمسم إلى داخل العجينة. أحبائي، إذا كنتم من المتابعين الجدد وأول مرة بتدخلوا عندي على القناة والمحتوى حبيته وحابين يوصلكم الإشعارات مني وكل فيديوهاتي وكل جديد نزلوا هلا لتحت لأسفل الفيديو، الاشتراك كتير سهل، اكبسوا اشتراك أو سبسكرايب، فعلوا جرس، اكبسوا على كلمة الكل، بهذه الطريقة بتكونوا انضميتوا لعائلتنا الكبيرة. ويا أهلا وسهلا فيكم. هلا أنا هون قلبت العجينة للميل التاني وراح باشر بالتقطيع. بالنسبة للتقطيع فيكم تعملوا الشكل اللي بدكم إياه، أنا اخترت شكل المثلث وبدي كبر مع المثلثات اليوم. فيكم تعملوا مربعات صغيرة، فيكم تعملوا مثلثات صغيرة، فيكم تعملوا دوائر صغيرة، بحيالله كوب قهوة، فنجان قهوة، فنجان شاي، بلشوا تقطعوا بالعجينة. بس أنا هيك خطلع على بالي إني أعمل مثلثات كبيرة. يعني انتوا الشيء هيك اللي بيخطر على بالكم اعملوه، اي شكل هيك حابينه فيكم تعملوا، حتى فيكم تستخدموا القوالب الخاصة، قوالب اللي بتيجي على شكل الوردي، على شكل القلب، على شكل التفاحة، اللي بدكم اياه. احبائي، هي العجينة جهزت مثل ما شفتوا، هلا بلشنا بالتقطيع ومباشرة بدنا نبلش يعني بالقلب. عجينة منا صعبة أبدا، عجينة سلسة، أنا بسميها العجينة المستعجلة لأنه بسرعة بتعملوها وبسرعة أحبائي بتطبقوها. عجينة كتير طيبة، فطائر كتير لذيذة، بتاكل مع الشاي، وكمان نقدر ناكلها مع اللبنة أو الزبادي، أو حتى بنقدر ناكلها مع القشطة، مع العسل، مع المربى. كتير كتير مميزة، كتير طيبة. أكيد يمكن ما عم بالغ بالحكي، لحتى تجربوها، لحتى طبعا تقولوا معي حق، وكتير طيبة. هون بالنسبة للزيت، الزيت منه حامي، زيت متوسط الحرارة لأنه نحنا ما بدنا نحرق العجينة معنا، فبنبلش نحطهم بهيدا الشكل. وهون مثل ما شايفين بلشت تشيل فوج وحط فوج. على فكرة ريحة السمسم كتير كتير طيبة. وبالنسبة للسمسم اللي طلع معي بالمقلة، هيدا السمسم ما بنرمي أبدا، بنصفي الزيت وبنشيل السمسم وبنحطه على جنب، ممكن نحطه مع الزعتر، فما بنرمي شيء ابدا، كلياته طبعا بيتاكل وما بنرمي شيء نحنا. فطائر ريحتها بتاخد العقال، ريحتها بتشق القلب، كتير 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 طيبة. يعني انا بدي اخلصهم لحتى دون قد ما طيبين، قد ما ريحتهم هيك بتشهي. ان شاء الله يا رب احبائي هيدا الفيديو يكون عجبكم، ودايما يكون ضيفي خفيفي على قلوبكم. عم حاول قد ما في اقدم فيديوهات تكون هيك حلوة لك. اسم الله كيف طالعين غير شكل. انا بحبكم كتير احبائي، رح اشتاق لكم للفيديو القادم. بوسات كتير كبيرة للكل، بحبكم بحبكم، الى اللقاء. يا الله طعمتها شو طيبة، جربوها وصدقوني رح تدعوا لي. باي، ما تنسوا اللايك والشير، واكيد اشتركوا اذا بعدكم ما اشتركتوا. الى اللقاء.